بيقول ان الجلطه اللي جات لك دي مش هتخليكي تتكلمي تاني، هتسمعيني وبس. وقت الحساب بيجي مهما اتاخر يا بنت مرجو، اظن مفيش اجمل من ده وقت اننا نتحاسب انك فكرتي تدوسي عليا عشان خاطر ابنك. ما افتكرش لحقتي تنسي. فاكره لما قلتلك اننا ما خلفناش علشان العيب منه هو؟ كلام في سرك؟ العيب فيا انا. بس انا طبعا ما بقولوش الكلام ده عشان ما يتنمرتش عليا. للاسف السر ده هيموت معاكي يا طنط مرجو، هتوحشينا قوي. بالراحة على نفسك يا حبيبتي، انتي مش حامل الكلام ده. نبيل زمانه جاي دلوقتي يطمن عليكي. لو احتجتي اي حاجة خلينا دي عليا من بره.